متعودين على كيفكم، لا تخافون على كيفكم. عم موسى هم ذولا يخافون الله، مو حتى جاب عرفوا على الوسطى. وش ماله عمي موسى يدعون اسلام، هذول اسلام بضريب منهم. عمي سموا بالرحمن وقولوا يا الله يا الله. هاي وين عمي؟ عمي عبد الزهرة هاي وين؟ والجماعة كلهم. العاشق العاشق رد القريتة. العاشق روح 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 خبر الجماعة كلهم. لا تخاف بابا، لا تخاف، لا تبكي بابا، لا تبكي. يا جماعة يا جماعة، عم رمضان، عم موسى، عبد الله، عبد الله رجع. ليك وجه العاشق رد القريته. العاشق وش؟ عبد الله للقريه. يا عم موسى يلا يا جماعه، يلا ابوي، يلا ابوي. لازم يرجع، لازم يرجع. كل ما بهسه بهاد كان يصرخ باسمه ويطالب برجعته. كان لازم يرجع حتى يكمل ما بدا، ما بدا، ما بدا. والله خوش حكاية يا يخمل. بحظ عنتيكة عنتيكة انت. ما ادري. الله ومان الله يا مله، لو انا مكان ابو ناجي لابني لك قلعة بكبر هاي السبع مرات. حفوظ ام حفوظ، الله امر بالستر، يقينا امر بالستر يا ام حفوظ. وفي الحديث الشريف واذا بليتم فاستتروا يا ام حفوظ. ايه هلا استتروا هاي على اليمن عشو يا مله، انت جاي تلم لهم جيش اشكرا. يا ام حفوظ الجيش، الجيش جيشنا يقينا، الجيش جيشنا. العاشة هي يقينا، يقين. شو تقول يا مختار؟ ضروري يقين. والله شلون ما اشوف يا جماعة، حكاية الملة اليوم مو خالية، ابد مو خالية. سرها غميج. حيل غميج، بس لابد بيها خير، الملالي جلابين خير. اي ناس مقربين ودعواتهم مستجابة. شو تقول يا خلا؟ ها؟ ايه لابد. تقول لنا يا ابو عبد الله، شن هالقصه؟ ايش عنده شيخ نصيف ومودي على السلف كله، شو يريد منهم؟ مو قلت لك، قلت لك السالفه مو يم الشيخ، يم هذا المله
ملا صيهود. أم صيهود لك شر؟ هذا مسويها مثل رباب المفلس. ما منها فكة. طين رجلك أبويا، طين رجلك. إيه. لكن النوب جايب لنا سالفة الشرطة وجاي. يقول لك يردون يسوون شرطة. شنو هي شرطة؟ شرطة معناتها حراس يظلون ثابتين دوم وياخذون كر وكر راس شهر. وش يسوي الملا بالحراس؟ لا يا ابوي، الانقريز، الانقريز هم يردون يسوون الشرطة، افتهمتي؟ وملا صيهود؟ ملا صيهود، تعرفين الملا صيهود؟ عقربة صفرة يقرص ويضم راسه. زين وانت ابويا ايش رايك؟ والله يا وليدي احنا واحدنا مثل حبة الحنطة، ايش ما تدور لازم تطيح بعين المدرج. لكن انا اقول لك تبين هاي الشغلة اشوى، بدال ما المسحة ماكلة نصك اقلها تلبس لك هدوم نظيفة. حطي يا خايبة سجاد تحصلتي. صبتي يا خايبة صبتي. مختارنا عيني مختارنا، رحمة على ذاك الأب الطيب. أواش أواش مرشتوني أواش. ثواب ثواب لذاك الجد الخير مختارنا. وكم يجي الثواب؟ مين يجي لأنت متشلشلين هيك علي؟ مختارنا مختارنا ملكتنا الله يخليك. هي ما تخلصنا خلو شتى. شنو ما تخلصنا؟ شنو هاي؟ شنو لو جه شنو هاي؟ ها؟ على كيفك؟ على كيفكم شوي؟ شنو هاي؟ هي مو سرة؟ دماغ ما عندكم الخاطر الله قوموا، دماغ ما عندكم، خلي المختار يشتغل ويا بس طريقة ويا من تحكي المن تفهم. إيه على كيفك يا عبد الزهراء يا مو سرة؟ على كيفكم سرة الخاطر الله مو راح تصيرون، الشرطة راح تصيرون. شوفوا شوفوا تعلموا منا شوفوا. سرة يا ولد سرة هاي هاي لا حد يدافع عن خاطر الله. مختارنا مغلياه بدوي مغلياه عفيفة ونظي انت صدق ما تستحي. انا ما مختار فدوى لا تفشلني الخاطر الله. ليش يا هبي واحده من عندي هم الله. اسمع دا اقول لك إيه؟ انا اذا مزاج اندقر كل العرب اشككه اخف موجب الدجاج طيح الرضيعه ارجعي ورا. مختار ما يصير يا عبد الزهراء ما يصير. مو قال لك المختار دوخل دوخل على كيفكم الخاطر الله ايش بيكم؟ شنو ما جاي سير على قلتكم. اخ انت اخ من كان يا با كان ايش طلع كان من هنا من هنا اخ من كان والكان ايش طلع كان يا با مو دندخل الغراب غير نخاف لا يتبهذلن بين الرجلين يا با مو قازل الشاب بقلبك ان شاء الله. يلا 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 خش امشي يلا امشي. قلت شلون بيكان اشق هدومي مو خبرتوني قز القاف مختارنا جاك ماكو عرايض امشوا امشوا. عبد الله شنو هالقصة اليوم؟ وين رايحة كل هالوادي؟ لا تخاف لا تخاف يلا يلا نمشي يلا يلا قبل ما يشوفون الوادي مو يطمعون بينا. يلا يلا عبد الله يدوك وعد وسحبتوني عايش في المشكلة هذي ترى بطل مشاهدة بالشرطة خلي تعب أكثر يا مهودين كافي عاد ترى عبد الزهرة نقض خلي الريحة شوية تريدون الريحة؟ إيه؟ زين عقب العاد رمضان دوك واحد بالخاطر الله سوي درب سوي درب استاعد عفيف اشوف ايه الترحب تاعد يبين شغلة الشرطة طابت لكم واي 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 والله مدير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اقول ابو نجيب تعتقد يدبروها شنو هي يعني فتقات شرطة والله أنا شلون ما أشوفها تسكم. و
والله يا خي موسى تقول لك ها هي مشكله يا معود. ومن يقول هم راح يكلفون نفسهم؟ ليش لا؟ يعني مو شرطي حاله حال غيره. بلي ومن الى خلق يودي بنطرون ويجيب بنطرون. ايه وشنو يعني؟ يعني انت بتعرف لو تسوي نفسك ما تدري. ما تعرف الاخ كل ما تدور شيله يبلل له بنطرون. انتوا مساعد عناتها يا باخذوها خذوها لكم شغله الشرطه. الزم هاي العريضه انا مبطل الزم. هاي شيء مش عليكم يا معود. هاي شيء مش عليكم يا معود. عجيب. هي ما استعبالك عليه العين جلقة. هي شنو خلق مطفخه جو جو واحد انجليزي بيس ولا فلتين يقومك بمطفخه وقعدك روح امشي. هي قاعد اسمعني شنو تفرقاس ما تنقاس يعني واحد ما يقدر يشغل وياك هو هذا شغل وطيح عن حبابه. يلا شنو هسه ابو سهيل معود اخوتك اخوتك ويتمال حلو وياك شنو دقيقة تعال دقيقة امسح بشاربي هذا يلا بعد شو تريد؟ اي مو تعرف انا ما يلا يلا السلام عليكم. السلام ماكو شيء. لا ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء. يلا فيك انت اول مشارب عارف مو انت بيت هناك هسه اريدكم اثنين اثنين واحد ولا لا هناك يلا تحرك حرك حرك يلا هناك حرك حرك يلا يلا حرك امشي انت حرك انت تقدر تركب حصان وانت ببادي بري سمين وياي بيحكي وياي انا اقول انت تقدر تركب حصان وانت تصير بوليس وانت بهذا الجسم. شطب بس شطب قصدك خيال ها ايه اقدر اركب حصان. Very good. Very, very good. انتباه. انتوا جماعة افراد. باكر صباحا كل واحد يجيب ولي مال الامر هو. مال ابو هو. ويجي لهنا صباحا. باكر صباحا. مفهوم؟ ساعد. من يجيب ولي امره ويجي ولي امره يعني ابوه خاله عمه اخو كبير افتهمتوا هسه عمي انا يتيم اجيب عمتي ما يخالف يلا شو تروحوا زين خدمتنا الصدفة وشفناك يا نرجس والله قمنا نحسد الغنم تدري ليش؟ ليش؟ لأنها قامت تشوفك أكثر من عندنا وعليش تري شوفتي يا بشار؟ يا سبحان الله بني آدم يتعنى له إلى بكانات بعيدة حتى يشوف له فرد شي حلو وهاي أنت تعنيت منك ليه جاي؟ حتى تقول لي هالكلمات؟
لا بس شيخ نصيف الله يطول عمره استبطى الوالد. خوش خوش اقله اقله. اي انا قلت عود. يا الله يا الله. هلا هلا يمه. هلا حبيبه. خير شنو هالسحابه المكدره القمر؟ يمه ايش بيك؟ احد مضايقك ما حود؟ لا يمه ماكو شي يمه بس شويه تعبانه. سودة علي يمه ليش؟ اقول يمه هاي ايش يصير بالقريه؟ اليوم بطريقي شفت الدنيا مغلوبه الكل ماشيين هش للولايه. قول شباب القريه يا بنيتي كلهم خاشين مسابق. مسابق؟ مسابق ايش بويا؟ بلكي واحد من عندهم يسعد حظه وصيرين من نصيبه. ها يا شو تقولين يا ورد؟ بويا ها يلا الله يمينك تشغلين الناس. ايه جاك يلا. انا ماشي يا ورده. الله وياك يا ناظر. انت بس قول ايه يا يابا والله انقض ولك ما بيه ما بيه اود اشيلك على ظهرك ما اخليك تحس بهالقطعه. يا يابا يا يابا مو هذا الانجليزي يقول الا اولياء اموركم؟ دقوم ويا الولد يا خلف لا تكسر بخاطر هو ما طالب منك الكثير يا خلف. استغفر الله واتوب اليه. هي هاي بلوه الشرطه منين اجتنا؟ تعرف بريطانيا عظمى حرر العراق من سيطرة عثمانية. مرحوم جنرال مود من الأول يقول احنا جينا العراق محررين مش فاتحين. بريطانيا عظمى يريد يسوي ترقي في العراق. بريطانيا عظمى يريد يسوي تنظيم في العراق. تنظيم بدون بوليس ماكو. ترقي بدون بوليس ماكو. لكن واحد يريد يصير بوليس مال الامبراطوريه مو مساله سهله. هذا شرف كبير من حصله الا واحد ينجح بامتحان. لازم ينجح بامتحان. طبعا امتحان مو مال اوراق. امتحان اخلاص. اخلاص لتاج امبراطوريه عظمى. بوليس امبراطوريه لازم يخلي امبراطوريه فوق كل اعتبار. لازم فوق فوق. انتو يهب عائلة مال انتو. انتو يهب ابو مال انتو. انت يهب ابو مال انت مو صحيح؟ معلوم حضرة الضابط. بس انت يريد يصير بوليس مال امبراطورية فلازم يهب امبراطورية اكتر. معلوم. زين شنو برهان انت يهب امبراطورية اكتر؟ شنو برهان؟ انت تستطيع تتف بوجه مال ابو انت مشان امبراطورية؟ يلا يلا انت شجاع انت بطل تف بالوجه مال ابو انت من شان امبراطوريه. واتس ذا ماتر؟ انت انت وانتو وانتو انتو 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 كلكم كلكم حيوانات كلكم حصارات. انتو حصاركم جوا
الطريق كيف ما تمس حطه كيف ما جهال. أنا لازم يعلم انتو شنو بوليس والحكومة إمبراطورية كل انتو هاي هناك أوت أوت ثبت. Very very nice. ها هذا عندنا واحد يفهم. انت لازم يعلم هذول الحصانات شلون واحد يكون بوليس صحيح. Very nice. يلا يلا انت شجاع انت بطل. يلا تثبت وجه مال ابو انت مشان امبراطورية. يلا يلا لعب حقك ابو نجم. والله سامع سامع ولا مو امسكوه امسكوه ابو جهه. ها عروش ما حد يهدها. ايه من كثير عروش. ايه تخزي الاستعمار. ايه امسكوا ايده حيره وميت. نعم سيدي ايده حيره وميت. ادخل عند الاطوار ادوش العالي ونشرب مايع. ادوش العالي ونشرب مايع. امسكوه مجرم. ادوش العالي ونشرب مايع. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بيك ابو سهيل؟ هي هيك الزلم تخاف من خيالها؟ يا معود خوفتني هاي شنو؟ قاعد ايش عبالك؟ كل زلم متحزمه مثلك. هذا دول عقرب ما سامع وذول غدارين ابو سهيل. تعال 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 احكي لي السامع عندنا من اخبار. شايفين هذا النار هذا بياكل الورقة شوية شوية؟ هذا النار راح ياكل الورقة كلها إذا ما واحد يدوس عليها ويتفيها. انتوا فاهمين قصدي كل زين يا جماعة؟ هذا النار مثل هذا الكريمنال المجرم اللي اسمه عبد الله. هذا لازم واحد يدوس عليه ويطفيه وبعدين يكبر ويتوسع يكون واحد اكبر من عبد الله. بعدين واحد ما يقدر يسيطر عليه يصير اسمه كبير. هو الكبير لازم واحد يدوس عليه ويطفيه. انت فاهم قصدي كل زين شيخ نصيف؟ انت لا تكبر هيا صاحب. سالفه ولد طايش وبدينا ليمتى ما نريد انكسره انكسره مثل كسره عود الشخاب. وهاي السالفه سهله وبسيطه. هنا اذا يقول هذا سهل ذاك مو مهم
راح تيجي وقت شيخ نصيف قهوة مالتك ماكو مفيش. معنى هذا القهوة النظيف راح تصير حسرة عليك. والله ثم والله أنا كان قلبي لاسبني من هذا الولد، يعني شايفة مو راحة، يقينا مو راحة. هذا شرارة شيخ نصيف، إذا مو من الأول واحد يدوس عليه وتفيه بعدين يصير نار كبيرة، هذا النهر صعب يطفيه. يصدق الصاحب يا محفوظ، ودقت هالولد ويا الصاحب صايرة حديث المجالس، مو بجريتنا بس كل الديرة، وحتى الأخرى مثلها الله وكيل لا يصير عن ترجمانه. هاي شلون؟ احنا بلاياها هالله هالله ويا الفلح يا صاحب، النوب شد روسكم يا قرعين. لا يا معودين، شنو هي؟ هذا شنو من البيع؟ ما يكون إلا خاطرك طيب يا صاحب، والله لألعن لكم والدي. وهسه تجيك الأخبار يا صاحب. بس أبوي هو استوالهم، هو شنو ذنبه؟ والله هذا الدين قال مهامس يا أبو نجم، لو عبد الله يسلم نفسه لو ياخذون أبوه بدل، وانت تعرف دقاتهم العوجة هذه. بس هالمرة سخنوها. أبو نجم، هاي وين أبو نجم؟ أبو نجم يا وين راح تذب نفسك بحلقة سبع؟ أبو نجم هم هاي رايدي هيتي يا أبو نجم، أبو نجم أبو نجم. أستغفر الله وأتوب إليه. يا ابني ما تقول ايش كثر تعاند. بويا بويا انا لو اعرف اسلمهم لوستي هاي ما اخليهم يقصون شعره منك. وش دعواك انت خايف علي؟ قابل انا شمع اسد وعظم عاج. لا بويا لا، محشوم انت سلم حياد والنعم، لكن انت تعرف وضعك. رجلي غير ما باللزوم اتحمل كم يوم. والشاره يا ابني ماكو غير تتعوذ من الشيطان وتركب حصانك وترمح بعيد الى ان الله يفرجها. اعوفكم بويا والانجليزي، الانجليزي راح يجوز من اخذ البين ان شاء الله. هو مأبد هو ما مأبد، هم يجي يوم يبدلونه. عود اذا طولت الحسبه وياه لابد الله ياخذ امانته، انتم هم ترتاحون وانا هم مرتاح. بعيد الشر عنك ابو عبد الله، شلك بهالفال الاسود، فال الله ولا فالك. عشبيك هالايام يا يما؟ ما ادري يما، اشو من سمعت الطلقه وليها الساحه.
بعدها ترن بذني. يما سور سليمان يما شو تقومي يما قومي 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 قاعدي هناك تشوف مش بيجي ترجفين ليش هيك قاعدي قاعدي يا يما هاي اول طلقه تسمعينها شو الليل كلها طلقات بالديره ما ادري يما جلدي كلك ازبر ليه ساعني دي ارجف اسم الله يما سور سليمان هسه يما اقوم افور لك ورد ماوي بس تشربينه كل شيء ما يضل عندك الجماعه يحلفون يتكفرون يقولون الطلقه ثارت من جهه القلعه يشهد الله ماكو غير هذا السركال وخطيطه برقه ابتهادي هم قدام الانجريز مثل النعاج لكن على جماعتهم مثل الذياب يا جماعه خلوا الله بين عيونكم بشرع الله ورسوله الظن حرام وسبحانه ما يقبل الرجم بالغيب وسبحانه ما يقبل بالظلم هم ولا بالسكوت علي يا عم عناد يا جماعه الخير هو عبد الله النيه شو ابن الكل واخو الكل واحنا ما نرضى له بالقدر الافراح ما على روح امك وابوك لكن انا هم شايفه باطل ما لنظن ننفخ بالجربه ونخليها تكبر وتكبر ويدش بيها الشيخ وسركاله وربعه لا هاي باطل ما حكيت الا الصدق يا براضي بويا يا شيخ يا سركال هذا كله شغل انجريز والله انا ما بر الانجريز لكن هم ما تخلى من دقائق الشيخ وزلامه جدكم حيت التبن جاي شمشم اخبار شلون بشر السلام عليكم سلام سلام الله حياكم الله حياكم الله حياكم الله يا الله هلا مرحبا جارتنا البركه مله حياكم الله هلا بالمله هلا استريح يا الله يا الله الله بالخير الله بالخير الله بالخير هلا مو خوش ايام اللي تمر يقينا ايام مشؤومه مكتوبه ملاتنا حاشا يظلم عبده من ايدنا ابو عبد الله يقينا من ايدنا احنا بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا لنهلك القرى إلا وأهلها ظالمون صدق الله العظيم صدق الله آمنت بالله زين ليش ما تقول ملاتنا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم هم كلام الله هذا ملاتنا يقينا كلام الله يقينا بارك الله بيك وليدي انت ولا الصالح لشان واحد ما يصير يسكت وهو يشوف قريته واهلها مثل عش نمل ونهد عليه ماي لازم يكون ناصح امين وكلامه جل وعلا واضح وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اقول ملاتنا سمعت بالحكاية الجديدة الدائرة هالأيام بالسلف؟ يا حكاية وليدي يقول ملاتنا راح يتزوج بالجدة وجديد بركة بركة قال عز من قائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم انت وياكم اللي ضاع الحساب يا ثلاث يا أربع ماكو باس نزيد بالنسل سلالة مباركة ايه وفقنا الله واياكم للخير هلا بكم الله هلا بكم الله هلا بكم الله يا الله يا هلا بالمله هلا مرحبا هلا يا رب بركم الله وفقنا الله واياكم للخير هلا مرحبا مله هو ياكم الله الله يا رب الله في مال الله في مال الله يا رب ايبا شلون لسان ملمع شلون لسان ملمع بالله يا جماعة بشرفكم هذا اللي سمعه مو يقول الملائكة نزلت تطوف بجريتنا ها لكن اللي يشوفه في عالم ما يتعجب عليش الناس تتعود من الشيطان عليش اي مو ألف بليز جوع مامته وش ما يريد يزيد ذرية مالته عبالك تشلب واحد ما كافي يريد مليها علينا جراوة يا معودين يسكتوا بالله عليكم بالله عليكم تعودوا من الشيطان الدنيا غروب ولا تلحقنا شارع وانتوا نازلين شيله وحطم هالرجل الصالح
يا صالح عم عداي يا صالح، هذا فد واحد من قرباز لا دين ولا ديانة، عيل للإنجليز وإذن الشيخ مصيف. بويا اتقوا الله، معاني بعين المذن بهاي، شفت شجرة نسبه؟ وهي هاي تصعب على الإنجليز عم عناد، يجيبوا له شجرة نسب ويخلوها بجيبه حتى يغطي بها أفعال الموزينة. يا جماعة احنا ياهو مالتنا، احنا غايتنا ما نستعد العالم علينا، وانتو شايفين الإنجليز فايتين بيها طول بعرض، وباكر عقبه الشيخ نصيف هم يوقف لنا بجاهه ووجهه، والملة هم يشفع لنا بدعيته وبركاته. هاي انتو ليه هسه مأملين والدولة الخاطركم راح يوقفون بوجه الانجريزي؟ بوي بوي سمعوني زين، خلي صير بمعلومكم، تفلت عبد الله بوجه الانجريزي وصار راشوك المقام المشيخة. هاي وين رمضان؟ هيا قطة ما شاء الله قطة، لا تستحن لا تستحن لا تستحن لا تستحين اختي، مثل انا مثل عمك. نتيجة دم بين أهله وقرايبه وباقي الفكر، والمسألة تراها بسيطة وما تسوى. بس هذا عبد الله كريمنال مجرم، لازم يتعتق زين حتى غيره تعرف. صاحب اتطيني يا بيدي وشوف شلون اسوي لك اياه مثل خيط البريسة. زين أنا يخليه بين إيدك شيخ نصيف وأنا يشوف. ليش أنا فرد يوم خيب تظن يا حضرة الصاحب؟ مش جرى؟ ما أدري ما أدري يما، اليوم أهجز أكوش هنا أنا بصدري يما. صور سليمان يما. نرجس يما ليش ما تحكي لي؟ صار وجم أنا مو أمك. والله يما ماكو شيء، بس يعني ما ادري ما
أدري شو أقول يمه. هات شو ماج شربي لك كم عماي وتهدي اللي قدام. اليوم وانا راجعه ويا الغنم ومطارف الولايه وين الحبس اي ولنفى صوت بس مرني بمجاني صوت من الدنيا ونة فد ونة خفيه مدفونه بالقاع راكسه بهالقاع وغايصه بغوارها وبيها حنيه صوت يعني شنو صوت يمه اي يمه فشي مثل الصيحه خلاني حسيت شلعني من مجاني وخلاني على جرف غميج اظلم يمه هاي عين ماكو الا صايبك بعين هذول ما يخافون الله اقوم اجيب لك الحرمه لا يمه لا السالفه مو سالفه عين فشي زرع حنانه نبع هنا بين ضلوعي خلاني حسيت انا وهاي القريه وهاي الدنيا كلها ايجي بس كل هالوسع هذا كل هالكبر ضيج جنة بقمح جوزة أقول يمي عيني أنتي هم حسيتي بهيجي شي لا لحد أنا مخبلة يمي لا يمي لا اسم الله مو مخبل أنا بس يا الله افتهم اللي هتفهميني يمه شو فهمك يمه ما هو هذا اللي تحكي هو لك العمرني حسافة قضى بالاخ والونه احنا وحدتنا بنيت تكون تفك عينها على صوت وانا هذا الصوت ضرب براسي موقف ابوك فد مصباح قباله وقال لي كلمه واحده بس قال لي ورده وجهك جنة طبق قمر هاي الكلمه ظلت ترن باذني ايام وشهور من فكيت عين شفت السجاجين تبرج والمراور تسلت من الزواغير حطيت ايدي بيد ابوك وتوكل هالخيرات شيخ صيف وكان بعد حدث بديك الوقفة يمه حسيت روحي مع جوزة حسيت العمر والنصيب والدنيا كلها معلقة بكلمة واحدة تطلع من حلق الشيخ والرجال قالها لكن بعد يش بعد ما فشي كسر هنا بين الضلوع يوم صباح كل شي هين حتى الموت مثل وردة وتقطعينها من غصنها
فات عليها عمر. راحت. قضت. لا يما لا ما قضت. بعدها عايشة ويانا. تجري بدمنا. أقول يما. عيني يما. لزوم البنية تعيش مثل عمر امها. لا يما لا. لا. وتشانط كل الباجي من عمري. ما خليش تعيشين ضيم العشنا انا وبوج. الله يبلاك يا ملا صيهود. تشعل الفتيله وتقعد هناك تتلفح. حفوظ المثل يقول تحزم للواوي بحزام سبع. خايف دول. ردناك تجينا بحباري رديت لنا بجربوع. وكل بيضه ما تكسر حجر. حفوظ مثل ما تقول. لذول الفلح لا تستهونهم. واحدهم مثل العقرب شايل ذنبته ومتحضر للدغ. صدق ما حفظ. الحضر واجب. وش يقدرون يسوون هالحفاد؟ اي مو احنا خانقيهم خنق. الغيظ محفوظ. الغيظ. ذولا نايمين على غيظ عتي. ايه واحنا ما نريد نهيج الجرح امس. الا دقت ابن رشيد ما هي بعيده. هل تقول عنهم حفاي شيخنا؟ هم اللي كيتوا بليله السودة على اغاتهم ولنعمتهم واخذوا غدر. ايه سبع الليل. والله سبع الليل ابوي الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. ما يجي ابدا ما يجي مثل واحد الا خلفته طبعا. شبعوا شبعوا شيخنا. والنمر من يشبع يكسح نعمته برجله. حكيم يقول جوع كلبك يتبعك. نعم جوع كلبك يتبعك. الآن مدبر لهم وحايكلهم شكل تدبير. وروح ذاك الأب ليحش رقابهم حش. يلا هموا ديكم ساع سدوهن زين. شنو القضية؟ انتم هم قاسين عنكم الماي؟ كل احنا ولا قطرة ماي. يلا امشوا يلا. يلا غمض ايديكم لا تخلون قطرة ماي توصل للزرع. هاي حمضت فد مرة وطلعت ريحتها. هنشوف شنو تاليتها وياهم. ها سعدكم جايين تتراكضون. اريد نعرف يا بشار يا اهل مسلطك علينا بهالمصباح هذا. خلي يصير معلومكم شيخ نصيف الله يطول عمره السنه قرر يزرع تمن. يزرع تمن يزرع ماش. واحنا يا همالتنا احنا نحكي على الماي يا بشار. على الماي. الماي للتمن. وانتم فلح وتعرفون التمن مو مثل باقي الزرع. التمن يريد له ماي لغرقه. جيعان نحن. بسيطة. ورا ما يطربس الشيخ. وش وقت يخلص الشيخ؟ يوم يومين شهر شهرين وجيعانة كثيرة. هاي انتم دبروها بيناتكم. هاي هي بينت يا جماعة بينت. الجماعة يردون نذابح على قطرة الماي وهم يتفرجون علينا. والذهب يكتكتب خزائن الشيخ. رمضان. رمضان لم لسانك. تراه تصير مو زينة عليك. تردون تسوون بينا بعد؟ اشو اعدامنا فتوا بينا اش تردون؟ الزلم صادقين يا بشار. احنا دم عروقنا من ماي سواجينا. من قطعة الماي نشف دمنا. وش ضل يا جماعة؟ هم بعد نسكت؟ ما يصير هيك. حتى الفرهود مو هيك. اطفالنا شن نوكلهم؟ الله ما يقبل. يا جماعة هذاك عبد الله. وليدي عبد الله سلامتك يا النشمي.
صبح الظلم ما يجوب ما يجوب. يبداك يبداك من راعك يا ابو نجم يبداك. يلا اخوتي ليش واقفين؟ يلا نشهامه يلا يلا اخوتي. عبد الله ابو نجم ابو نجم جايينك. يلا عبد الزهره يا الله هموا ديكم لا تخلون قطرة ماء توصل للزرع. عبد الله عبد الله أبو نجم خلي شبابك يعطيك الصحه والعافيه ابويا.
وزيد مرات يقوم وينجبح يقوم هسه دور انا انجبحت وياه هو ليش هو ليش يقوم وينجبح يا جماعه عبد الزرع والله مشكله وخروا ايش عندكم من تمرين شطونا درب يلا اخروا كم خنقتوني هسه انتم ما لقيتوا لكم مكان توقفون به الا وراي تعال قاعد هنا تعال يا هلا يا هلا يا ميت هلا مرحبا يا عم عداي شنو هالزحمه يا عم عداي عليش هالكلفه يا عداي احنا اهل يا اخويا ما بيناتنا تكلفه ابو عبد الله عندنا صحه عبد الله تسوى الدنيا وما فيها بارك الله يا رحمتك يلا يا ميت هلا يا رحمتك يلا تفضل يا اخويا تفضل اي والله ما يجوز من سوالفك لا والله هلا بيك يا الله يا الله الله بالخير الله بالخير الله بالخير الله بالخير الله بالخير الله بالخير فدوى عين فاطمة بلك تصحي اللي نورية ام محمد تجي تساعدنا شوية تدليني يا ام عبد الله الله يعطيك العافية ان شاء الله دوخر من الطريق دوخر ها شنو ابو نجم يقولوا المريض معول يا مريض اصلا متنفح متنفح ابو نجم اليوم اليوم يا هلا لا 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 شلونكم زيني؟ ها يا جماعة الله بالخير الله بالخير الله بالخير الله بالخير الله بالخير الله بالخير شو بوضحك على البطة يا محمد لا بطة هيو علي شيش علي شيش بقى عجلو ديش يا مرحبا نرجعها يا مرحبا انا حجي هذا تعال بابا تعال تعال وديها جوا البيت تعال عبد الزهر البيت يوديها الزعماء يلا يلا مرتاحين قدر الله يلا صوتك مرتاحين صوتك يا بهالمناسبه الحلوه رد من عندك فرد عتابع اي عتابع رد من عندك والله ما ادري لا ما ادري لا عبد الزهر لا عبد الزهر يلا يلا زين يا يلا بيني وبينك عهد ما اخون انا عهدك يا ابو نجيم ولا بقى جريح القلب صابر على وعدك ومهما يطول الهجر لابد الى رد يرجع ولي في القلب وانتو يا عذال تندمون يا بضحكة الدنيا يا ابو نجم بوجودك بوجودك يا يا ابو نجم صبن يا دمع عيني بلابل على راسي بنوع عش البلابل يا صايغ صوغ للحلوة بلابل يا ابو نجم اعد 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 وذهبتي زايب والأجرة علي صبن يا دمع عيني بلابل على راسي بنوع عش البلابل ويا صايغ صوغ للحلوة بلابل يا ابو نجم ضحكة الدنيا بوجودك يا ابو نجم ايش خالتي زهية على المي خالتي زهية على المي خالتي زهية على المي هيك مشيتها على المي هيك ضحكتها على المي هيك رقصتها على المي هيك رقصتها على المي خالتي زهية على المي خالتي زهية على المي هيك مشيتها على المي هيك رقصتها على المي هيك مشيتها على المي هيك رقصتها خالتي زهية على المي ترى بطل تريدك ويسمع يلا يا شباب اتفضلوا موسى رمضان يا عبد الزهرة قاعد هذا يومك يلا يلا يا أخي يلا اتفضلوا تهنوا يا الله يلا تفضلوا تفضل يلا يلا يا الله تفضل يلا 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 تفضل 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 يلا عبد الزهر يلا 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 يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يلا عبد يلا يا جماعه شنو السالفه يبين كم يوم نمتهم بالفراش خلني ندلع عندكم يلا خوش لو النوم يجيب دلالي يا ابو نجم
كان اخونا شبع دلال. يلا انت شوف يا ابو نجم، قليل بحق الحيد اللي ذل الانجريز ورفع روسنا عالي بين الطوايف. يا رمضان يا اخوي، البارحه راح ويا البارحه، احنا ولد اليوم. بس احكوا لي ايش حال الناس الزراع؟ اسكتوا، شنو القضية؟ ما تجاوب يا موسى. وانت يا رمضان ما تحكي يا عبد الزهرة، شنو القضية؟ شي جابونك يا وليدي؟ يبشرونك بالطرقاعة طاحت علينا، لو يبشرونك بالبلاوي المضمومة لنا. عفا جاعك راح تنسي في ابوي من اليوم. وصلت فوق الشيخ؟ والله يا وليدي ماكو غير تطلع الماي من القاع يوت نزل من السم. ايش رايكم يا جماعه؟ شو تشوفون؟ يا ابو عبد الله انا اشوف ما نندق بالشيخ احسن. شنو رايك يا عناد؟ والله انا من رايك انت شو تقول؟ والله الراي رايكم. هاي لفشر. ايش اسوي؟ ازقق يا ابوي. وانت ما تدري يا الشيخ ميصغ على الماي؟ والله انا راح ازقي والبي يمنعني. الله يتفضل. ايشي؟ خلاص خلنا نشوف. الله ولك. يلا شيل المسحاه. سد الماي مثل ما فكيته. يلا بسيطة يا ابن خليف، بسيطة أنا لك. يبوك النارك لا تقرب يمك، النارك لا تقرب يمك، النارك لا تقرب يمك، النارك لا يمك. زلمة بربه، زلمة زلمة حوف فوق خيته. طلع سيفنا خشب. حفوظ حفوظ، هذه دقة ما ينسكت عليها. اسكت يا ملا، غارة الضحى حلال زلال. هذا الولد شنا غابنينه، عليه شارة ما تخطيها العين. زناد حفوظ، تروح تنادي لي خلف وابن عبد الله يجون لهنا بعد صلاة العشاء. ادعيناك بحفوظ. لكن محفوظ هذا كلب ما ينجرع، واحنا ما نآمن منه.
خليها عليها يا ملا. احنا نعرف شلون نعزل صافيها عن خابطها. البيد يصل للحياية. اخوة لكن الغنم، الغنم ما تنسى كلها فد عصا. والله لطلع القضى والمضى. شط سلطان جاري يا بشار، ما ينوقف جدامه. وطولة البال ترى تهد الجبال. ملا السكين وصلت للعظم، بعد شت في طولة البال. هي صدق الضربة على العكس، إلا بعدها ما وصلت لها الحد يا بشار. راح توصل وهسه تشوفون. ليش هي هاي جديدة علي يا ملا؟ حتى يعيد سوالف المرحوم أبوه. هاي مع الفلح وملفلف مال الله ومال عباده. بيش ملا اتفق زلمة. اي نعم، بس واحد شوية منهم تعكس وياه وما يضل بيه حيل يسمره سمرة النواي. لكن انا بشار يا شيخ نصيف الشر خالي وانا ابن اخته. استهدي برحمنك يا رجل ونعل الشيطان. خلا نشوف نية الشيخ شنو. ذاك الوقت كل عقدة لها حلال. شعب وباحش باحش والمسامح كريم. امسحها بشيبتي هاي الله يطول عمرك. وين هذا الملعون؟ يجي محفوظ، بس كون قلبه يأمن. ها هل جاي؟ اجل حيل. أبوك زلمة خير وفلاح زين، إن شاء الله تكون مثله. إن شاء الله. قول محفوظ مسودة زين. تحب الفلاحة؟ إذا ماكو غيرها. وإذا خيروك؟ أطلب اللي بنفسي. اللي بنفسك شنو؟ الخيل. الخيل؟ اي نعم، انا احب الخيل. والله ما خاب ظني، عرفت احسن ما طلبت. زين، اذا لبيت مطلبك وخليتك تصير كبير سياس خيولي كلها. ذاك الوقت تحقنا بالشكر وعرفاني الجميل يا قول محفوظ. يا ابو سهيل. ابو سهيل؟ يقول ابو سهيل الولد هذا يعرف شلون يحبب روحه. طايش وجاهل بنصور محفوظ. السماح لعبيرك الله يطول عمرك. لعنة الله عليك، تمنيتك واحد من زلامي. شوف من باكر روح استلم شغلك. اسمع، اريدك قبل صحة الديج انت هناك بنص الخيل. تلقاني هناك. ولد، زرعاتكم راح تنسقي.
انت لا تتدخل بهالمسائل هاي، خلينا احنا نتدبرها. روح. سوادي ابشر ابو نجم، نصارش جاكي باكر يمرض من الصبح، اشوفك ميت ما عاجبني هاليومين. موش بعيني وابتسل الله باكر من الصبح يصير يمك. اي والله يا ابو راهي تسلم. ابو نجم ما تروح للبيت؟ لا انا باطي شويه، انت روحوا. يا مال الله في مال الله غاتي في مال الله. سامعين النوم؟ احنا وش بينا؟ شو يريد يصير؟ باك احنا بعد ليش الوجوه مشفايك؟ ليش يا عبد الله؟ ليش يا بعد امك؟ رفيجك موسى اميمته تطيق عمرها ويدفنها بظهر النهار وما توقف وياه. كان المريود منك توقف وياه بهيك يوم صعب يا عبد الله. هاي حجايه، عبد الله بعد ما يوقف لحال راح ذاك الوقت كانت عيونه على ربعه، صخلا وياك ولك حيلات
والحمدانيات خذن عقله وبعد لا يشوف ولا يسمع. سعليش هالحكي هذا يابا، اشو هم اللي شالوا خشومتهم علي من يوم ما اشتغلت بشغل جديد، ومنين ما اجيهم يديرون وجوههم. وليش هالصده صارت؟ سألت نفسك؟ صفنت ويا روحك وقلت يا روحي ليش ربع جفوني؟ كانوا ما يفارقونك ساعة يا عبد الله. تتذكر وقفتهم يوم تذليت الانقرازي؟ لو يوم الوقفت بوجه الشيخ وصارت شلمتك هي الراس وهديت الماي وسقيت القاع، يمه كانوا محاوطيدك مثل حزام الظهر. شنو اللي صار يا يمه؟ شنو اللي جرى؟ خذلتهم يا عبد الله، فتت بيتهم بعروره يا الجعيد، خليتهم لضيمهم يتقابون ويا شيخ نصيف لوحيتهم. القاعد فطرت تبكي لها على قطره معي. ايش جرى يا عبد الله؟ كل هاي وانت غافل؟ هي بس ها غيرها وغيرها وغيرها. يمه إنتاج جديد، إنتاج جديد توافيكم به الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية. فراش الأسرة الحديث الذي يجمع بين الراحة والمتانة بفضل المواد المستعملة في التصنيع بالأساليب التكنولوجية المتطورة. شبكة متينة من الأسلاك والنوابض المتعاملة حراريا. طبقات من مواد التغليف الخاصة والعازلة. وجه جميل بالشكل والزخرفة وبالقماش الفاخر. فراش الأسرة فخر صناعة الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية. فراش الأسرة بحجمه الصغير للشخص الواحد والكبير لشخصين. فراش الأسرة أسعاره زهيدة جدا. باقتنائكم فراش الأسرة يمكنكم أن تثقوا بجودة المنتوج. الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية قطاع مختلط. مديرية التسويق بغداد زيونة شارع الصناعة عمارة الصفا. عزيز المواطن، يسر المنشأة العامة للصناعات الإسبستية والبلاستيكية أن تقدم لك إنتاجها الجديد الكاش البلاستيكي. الكاش البلاستيكي يستخدم لجميع الأرضيات وبتشكيلات مختلفة. الكاش البلاستيكي هو أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الكاش البلاستيكي عالمياً. الكاش البلاستيكي سهولة في التنفيذ، سهولة في التنظيف. الكاش البلاستيكي يناسب الأجواء العراقية المختلفة ويتلائم مع ظروف الاستعمال كافة ويبقى محافظا على ألوانه الجذابة. الكاش البلاستيكي ذو مواصفات عالمية وقياس 30 في 30 سنتيمتر. الكاش البلاستيكي فرصة جيدة لأصحاب البيوت والعمارات والمحلات والمباني الخدمية الجديدة لتجميلها بأرضية الكاش البلاستيكي. الكاش البلاستيكي يمتاز بنوعية جيدة تضاهي المنتوج الأجنبي المماثل. الكاش البلاستيكي متوفر حاليا في الأسواق ومن النوع المصمغ والجاهز للاستعمال أو غير المصمغ. إضافة إلى توفر إزارات الكاش البلاستيكي وحافات السلالم ومداخل الغرف من الكاشي. عزيزي المواطن، أما النوع الآخر من الكاش البلاستيكي هو البساط البلاستيكي. البساط البلاستيكي يستخدم لفرش أرضيات الغرف والقاعات والممرات ومجالات أخرى. البساط البلاستيكي ذو قياسات مختلفة وألوان زاهية. البساط البلاستيكي يستخدم لتغليف سطوح المناضد الكبيرة والصغيرة. البساط البلاستيكي يستخدم في تشكيلات الديكور المختلفة. للمزيد من المعلومات والحجز والاتفاق على طريقة التنفيذ وغيرها يرجى الاتصال بمقر المنشأة الكائن في بغداد الزعفرانية، هاتف مكرر 7303393 بدالة بعشرة خطوط، تلكس 2358، صندوق البريد 2418. اي هم ما بين عينه ما تشابس. الغايب حجته ويا يا عمي، شو القضية؟ اذكر الله. يعني معقولة؟ معقولة لعبة الشيخ الفطيرة تخلي عبد الله
ينسى العشرة الطويلة. حفنة خيول تخلي ينسى أهله وربعة. والله أنا خايف لي يخلي إيده بيد الشيخ ويعوف ربعة. لا يا جماعة لا، سيدكم أمين، هذا مو عبد الله اللي نعرفه، عبد الله من غير معدن ما بيه هيج دغش. ما تروح على شغلك معود، أنا قلبي دي يعلمني الشيخ مسويه محبس بيده، هذولا ما يسلمون ديالهم بالهين. ايه انا عارف العبد الله زين، والهم هم عارفهم زين. هاي خبطه ما طول، لازم تطق، اذا ما تطلع منه لزوما تطلع منهم، لازم تطق. الماي والنفط عيب ينخبطون. اسمك يا حلوة؟ نرجس. نرجس؟ عاشت لسامي. نرجس بتمن؟ أنا بتناظم. ناظم؟ ناظم الأسود؟ يخطر ببالكم في اليوم انه هالناظم الاسود هذا عنده فد بنيه شنها فلعت قمر؟ يقولون والله ايه لا بد يكون لهم ظنه شيخ موحد. ايش ما ادريني والله يا عبد الله يا وليدي، استغفر الله ربي، ربي لا تجعلها غيبه، الخطيه برقبتهم. يكون ناظم الأسود أشقها الوردة وهلها ما عطوها. إيه سلف كبير والحكي هواي. إيه شو سكت ما تكملين؟ حكي الناس غير. إيه شو أكمل يا أبو عبد الله؟ يقول لك بطن وردة علت وما قام يغطيها ثوب، أهلها إش عجب يسكتون، رادوا يقتلونها ويطمون عارها، لكن هي صارت اشطر منهم، حطت ايدها بيد ناظم الاسود وانهزمت وياه، وما لقوا سقف يحميهم غير بيت شيخ نصيف، هو هم الله هدا وحل سالفتهم. هالشيخ نصيف هذا ما صدقك بقلبه هيك رحمه. الله كان محنن قلبه بذيك الساعه. يابا يا محنن قلبه، كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه يا مره. ما لفاهم بلاش، استعبتهم عدة. ذاك ناظم الأسود مثل زمال الطمة ليل نهار مربوط بالمضيف يخدم ويدير قهوة، وذيك وردة من ذاك التاريخ تشتغل حفافة نسوانة ونسوان قرايبة. شعلينا يا خلف، الله يبعدنا من ذيك السيرة. ايه هم هم كانوا لا يختلطون بالوادم ولا يطالسون أحد. تدري يا عبد الله الفضيحة سنة ولف سنة ما تنسي،
اي والغربه اللي يعيشونها وخدمه الشيخ نصير استشنا والواحد هم وقعدوا وظن هالبنيه ثمره سالفتهم وغلطتهم قبل. شلون ثمره هاي يا ابويا؟ يا ابويا الا ما قلت لنا يا وليدي هاي سؤالاتك عن ايش؟ عن الحلال والحرام ابويا، عن الحلال والحرام. رايدني إلي؟ شلون يعني؟ هيجي هيجي يعني؟ وكعوفني. شنو هاي؟ تخبلت انجنيت؟ إيه تخبلت، تخبلت بيك انجنيت مثل ما انجني الأسود وبرده. لازم أخذك. أبد، نجوم السماء أقرب لك. لا تتلج. ما طال. أصيح دمك، أخلص عليك. يلا، يلا إذا تقدر يلا. أنا عبد الله يا أبو نرجس، عبد الله بن خلف، وكل اللي قاعدين هنا يعرفونك. جيتك أطلب إيد بنتك نرجس. يا ملعون، إيش قلت لكم عليه؟ مو قلت لكم هذا راح ضعبه هي إبليس بديس واحد. بالله عليكم أك واحد يقدر يرفض هيك طلب؟ بشار طير النشر ينصاد من منقاره وهو دا يسلبك يا بيده تسلوم. دشيت بالشبك يا مفتول الشوارب. خلي صوابك يجي بالمشتل. هاي فرصتك يا بشار تكسر عين اللي ذلك وتحط خشمه بالتراب. هد عينك يا مله. كنت من كل عقلك هاي انا سويته. انا انزل نفسي قدام ناظم الاسود واخطب بنت ال اخ يا ابويا. ليش يما؟ ليش يا عبد الله؟ تريد تخلينا سالفه بالسلف كله؟ تريد تخلينا عيلك بحلق اليسوى والما يسوى؟ ليش يا يما؟ ليش؟ يا بس انا ولك انت ما تعرف الوادم بهالديره يمكن تموت من كلمه العيب ولك راح تسوي لنا شهيره يا عبد الله. لكن انا احبها يا يابا احبها يا من حبتك اخ منك يا لساني
ولك هي المرة ياخذونها لاجل حسنها وبس، ولك انت نشدت عن اصلها فصلها. عبد الله تغير يا خلف، عبد الله ما هو عبد الله الاولي. ايه ما هو عبد الله الاولي. تالي تالي يعني اقتل روحي واخلص. يا هناك بويا، بويا عرفتك بويا. يا ابوي الحقني، ولك وخر، ولك وخر لغايه. يا ابوي يا ابوي يا ابوي. عبد الله يا ابو عبد الله. يا ستار حياك الله يا ابو عبد الله. هلا عبد الله بالبيت؟ عمك الهيبة يريدك. عمي نرجس يا عبد الله، نرجس. نرجس شبيها؟ ليه هسه ما ردت من الشغل والدنيا صارت ظلمه؟ سواها ابنك بشار السرقال. لقيتي عبد الله. عبد الله خير ابو نجم؟ قول ماكو شيء. ادعيناك ابو نجم، ادعيناك.
يمه وين عرفتني يمه؟ نرجس هذا يا محمود. حضر يا زلم. ما له الرب وحده ما تجبن ابدا. والله ما حضر. يا الله الله ياخذ محفوظ. يلا يا جماعه اليوم تعبت الله وياكم. خلنا نوصلك يا محمود. لا لا حمود. نعم من فانوس بوي. نعم حمود. في امان الله. في امان الله. الله وياك. الله وياك. ثار نرجس يا بشار. ثار نرجس. يا بشار. أحمود. هاي جاكم هالليل. بالعجل لمو زلم بالعجل استعجلوا. يلا يلا بالعجل. يلا اخوي عبد الله يلا ما عدنا وقت اخوي. عبد الله بالعجل. عبد الله يمه يمه ليش هيك عذبتني يمه؟ ليش هيك يمه؟ يا بعد روح يا يمه. يما عبد الله بدو طولك. يلا يلا امشي. يلا عبد الله الولد عاشق عاشق يا ام عبد الله.
يا ها محمد انا بالثمر عشق قلبي